نادي القطن الكاميروني أعلن أنه رحب بالاستغناء عن مهاجمه الشاب لامبرت جيمي أرينا اللي دخل في دائرة اهتمامات النادي الأهلي عشان يدعم به فريقه قبل الموسم الجديد. المتحدث باسم النادي قال لامبرت لسه شاب ومش هنمانع في رحيله، لكن احنا بندور على العرض المناسب للاعب، خصوصا ان إدارة النادي حددت مبلغ 300,000 دولار للاستغناء عنه، واعتقد انه مبلغ مش كبير وده عشان نتساهل في عملية بيعه. المنتخب المصري لكرة السلة سيدات نجح انه يفوز في ثالث مواجهاته في التصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت 2021 على حساب منتخب كينيا، وقدر منتخب الفراعنة يفوز بنتيجة 107-106 على كينيا في اللقاء اللي اتلعب بينهم امبارح. فريق وادي دجلة اتعادل ودياً مع طلائع الجيش 1-1، وده عشان الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري واللي هيستهله دجلة بمواجهة قوية قدام الأهلي يوم 2 أغسطس اللي جاي. هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة استلمت بطاقة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وبكده هنا جودة هتكون أصغر لاعبة مصرية بتشارك في تاريخ الأولمبياد وعمرها 13 سنة، ولكن لسه مشاركة هنا في المنافسات الرسمية مش مؤكدة لأنها مقيدة في قائمة اللعيبة الاحتياطية. السباح زياد كحيل اتأهل لأولمبياد طوكيو، وده بعد ما حصل على أعلى ترتيب عالم رجال في منتخب السباحة البارالمبي، وتم اختياره عشان يمثل مصر في الأولمبياد في شهر أغسطس اللي جاي. نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن التعاقد بشكل رسمي مع الحارس الإيطالي جان لويجي دوناروما لمدة 5 مواسم لحد صيف 2026، وده في صفقة مجانية بعد ما خلص تعاقده مع نادي ميلان بنهاية الموسم اللي فات. هدف المهاجم التشيكي باتريك شيك ضد منتخب اسكتلندا واللي سجله من نص الملعب تم اختياره عشان يكون أفضل أهداف بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة يورو 2020 بتصويت الجماهير. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لحسام وجمان عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر.